تليفوني بالله. ذهب. طيب ايش فيك نافست؟ رد عليه رد. رد يا ابن الحلال رد. الو كيفك؟ نورة شلون كيفي يا نورة؟ من صباح الله خير ادق عليك وما تردين. انت عارف انا ليش ما رد؟ ادري يا نورة ادري، بس خليني اشرح لك الحكاية. اسمع يا راكان، انا ماني متصلة فيك عشان اسمع اعتذارك وتبريراتك. تبريراتك خلها لنفسك، انت خنت ثقتي فيك، وانا اللي حاربت الدنيا وحاربت اهلي اللي ما كانوا يبغونك عشان نتزوج، وانت بكل بساطة دست على قلبي. اللي سويته لا يمكن اني اغفره لك. نورة اسمعيني. خلاص يا ريكان، It's too late. اللي بيننا انتهى. في امان الله. مع ذا الركان الله ينتقم منا، الوضع مأساوي. خليني اقوم اسوي شيء ثاني. اجي معك. لحظة اسحبتي. خلاص خلاص يا قلبي، خلاص معلش حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو سويتي دانوف؟ يو ايش سويت؟ يعني معقوله الحين تطرديني من البيت وتبدين علي خوياتك؟ خوفتني، عبالي زعلتك او شيء. انت تزعليني، ما تقصرين دانوف. بشيني كيف كانت العزيمه؟ صدق مره حلوه انبسطنا، من زمان ما اجتمعنا كذا. الحمد لله، هذا اهم شيء. اهم شيء انك تنبسطين دانوف. طيب قولي، تغديت ولا انتظرت مثل ما طلبت منك؟ لا بصراحة أنا كانتني لقمة في الشغل، لكن الآن أشعر بجوع كبير كبير جدا. حلو، عشان عندنا أكلات مرة حلوة. سلام، يلا عدي لي أشوف. اسمع، عندنا محشي ورق عنب، سمبوسة جبن، سمبوسة لحم، وعندنا محشي اسمه يالنجي، ما أدري إيش اسمه. المهم عندنا أكلات مرة حلوة، لازم تذوقهم. وش هالطبخات هذه؟ ليش طبختها لمين؟ مو أنا اللي طبخت. مين أجل؟ حذر مين؟ حزر الخدامة؟ لا أجي أكيد جايبة من المطعم. لا ما شاء الله عليها آلاء طبخت هذا كله. آلاء؟ آلاء مين؟ آلاء بنت أبو محمود. أنا اتفقت معاها إنها تيجي وتطبخ للعزيمة. ليش؟ خير إن شاء الله. يو يا أبو عبد الله، الحريم كلهم مرة عجبهم أكلها، وتصدق خذوا رقمها عشان يجيبونها للعزايم. معقولة؟ معقولة اللي تسوينه هذا يا نوف؟ ليش؟ ايش اللي سويته؟ وليش انت مستغرب؟ يعني تجيبين البنت وتستغلينها كذا؟ انا استغليتها؟ اصلا انا حاسبتها، يعني حرام البنت تجي تسترزق وتعين اهلها؟ لا لا يا نوف مو معقولة، كان المفروض على الاقل شاورتيني. بس يا بدر، لو البنت راضية وتبي تشتغل، وانت عارف وضع اهلها، محتاجين كل قرش يحصلونه، مو كافي عليهم ايجار البيت غالي؟ المهم البنت طلعت من هنا مرة مبسوطة. وانت ليش زعلان؟ لا 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 ماني بزعلان ولا شيء، بس البنت المفروض انها تقعد ببيتهم معززه ومكرمه. وانا ايش سويت؟ هي تبي تشتغل وانا ساعدتها. معك حق، معك حق. طيب يلا روح تروش وبدل واجهز لك العشاء. يعني ايش كيف حالها؟ تعبانة ومتضايقة. لا حول ولا قوة الا بالله. وانت شلونك الحين طيبة؟ انا الحمد لله بخير. اسمع انا ما اقدر اكلمك الحين، لما ارجع البيت اكلمك. ليش انت وين الحين؟ احنا في بيت مضاوي. مضاوي وين بيتها؟ وين ساكنة؟ وانت وش دخلك وين بيتها؟ ذهب. الرجال متكدر حيله ولازم اكلمها. لا 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 ما أدري يا سلطان، الوضع ما يسمح أبداً. علشان خاطري حاولي تخلينا نكلمها. أكيد لك خاطر. والله
دفى صوتك يطمني ينور لي دربي ونهار أتدودك واسأل الدنيا عنا يا قلبي. هاي أول ما أجينا سكننا بآخر الدنيا بالمقطع، بس السيد بدر يعطيه العافية ما هان عليه فينا، استأجر لنا هذا البيت كتر خيره، ولا كنا هلأ ملحوشين بالمقطع. إي قال لي هو بدر مرة مرتاح لكم، ودام يتكلم عن محمود يمدح فيه. أنت تعبانة؟ لا والله غيرنا جو شوي. بنات هذا كأنه راكان. اصبري. عثمان يلا يلا تحرك بسرعة امشي من هنا. لا لا لحظة عثمان. عثمان امشي تحرك بسرعة. ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقة تقول مهما نحاول نمحي ونخفي الصور والأدلة أو حتى نقتلها، الذكريات تبقى وهي أقوى من كل شيء، علشان اللي يعلق منها في الروح والعقل ما يقدر بني آدم يمحيه إطلاقاً. صباح الخير. صباح النور. فيك شيء؟ لا خالد ما فيني شيء. روح لشغلك واتركني لحالي. صباح الخير. آلاء أرسلت لك السواق. قديش بده ليوصل؟ إيه يلا يلا بس لحط على راسي وألبس عباتي أنا خالصة. طيب أنا قلت له وين بيت حصة، بس إذا ما عرف الطريق راح يكلمني وأنا أوصف له. أوكي ماشي. يا بختهم اللي راح يأكلون من إيدك. طيب قولي لي إيش راح تسوي لهم؟ يبرق ورق عنب يعني. الله على الورق عنب، مرة طعمه حلو من إيدك. المهم بتوفيق يا حبيبتي وكلمني إذا احتجتي شيء. ماشي ماشي حبيبتي الله معك. تفضلي امي هذا الدواء بتاخذيه على الساعه 3. بابا الله يوفقك ذكرها لامي. ايش انتي طالعه من البيت؟ ايه بابا من بعد اذنك يعني، لانه اتصلت فيني وراح تبعث لي الشوفير بدياني علمها تلف ورق عنب. كتراني روحاتك عن النوف بنتي. لا ما حلوه ندبقهم للجماعه يعني، اذا صاحبك عسل لا تلحسه كله. لا ايوه شو أدبقهم؟ لو ما هي البنت عم تتصل فيني أنا مستحيل روح لعندها. خليها تروح يا رجال بتتسلى، والله البنت عم بتطق وهي قاعدة معي بين أربع حيطان. إيه بابا كتير عم بتسلى وقت عم روح عند نوف. طيب بس لا تتأخري. الله يخلينا ياك يا أحلى أبو محمود. كأني سمعت ورق عنب. إذا في ورق عنب الليلة ترى احتمال أرجع بدري. الله عليك يا بدر، تصدق يا حبيبي لو الورق عنب رجعت بدري لأقوم الحين أسوي لك وما خليك تطلع من البيت.
لا 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 سوي اللي تبين، ما تفرق معي. الا على فكره وش سالفه ورق العنب؟ لا سالفه ولا شيء، بس كنت اكلم الاء اشوف على ايش تفقد مع حصه تطبخ لهم بالعزيمه. يا بنت الحلال انا من رايي خلي البنت في حالها. بعدين انا صراحه ماني مرتاح من وجودها ببيوت الناس وتروح هناك وتطبخ وتشتغل. بس هي ما قاعده تشتغل في بيوت الناس، كل اللي تسوي انها هي تروح تطبخ لهم وتاخذ اجرتها، وترى تروح معززه ومكرمه ولا وفوق هذا ترجنها عشان تطبخ لهم. وما شاء الله ما شاء الله البنت نفسها مره حلو بالاكل، وتدري من شهرين وشهرتها قاعده تزيد وصارت عامله 6 عزايم. تشتغل ولا تطبخ ما دام قاعده تاخذ فلوس؟ اجل برافو عليها شاطره، خلها تشتغل وتطلع مصروفها وتعين اهلها، ليش لا؟ مختار لو سمحت سلطان ما جاء اليوم. طيب اوكي يعطيك العافيه. الو وينك الحبيب؟ انا المهندس ولا انت؟ مخليني مع دوشة العمال. يا اخي اهدى اهدى، انت وينك الحين؟ انا في الورشه في البيت، انت وينك؟ انا في المكتب. يا سلام يا حبيبي، من يوم صار عندك مكتب وانسحب علينا، شايف نفسك؟ ايش فيك انت؟ يا اخي انت وش وداك البيت اصلا؟ انا موصيهم يا ابن الحلال على كل شيء وبمرهم بعد الظهر، المهم ما تتدخل انت. اوكي طيب، طال عمرك موعدنا معك انا ونوره، وين؟ ما زلنا على موعدنا. لازم اشوف نوره واتكلم معها عن الديكور، لانه بصراحه رايها يهمني اكثر من رايك. طيب طيب حلو، بس دق علي قبل تطلع عشان ما اتاخر عليك، اوكي؟ سلام. ترى ما يضحك يعني، هذا اللي الله قدرك عليه؟ ناس تهدي ساعة قلم خاتم مو بمق. ترى أنا غير، مو مثل كل الناس. فهذه صدقتي فعلا، أنت خير الناس. بعدين أنا فكرت إيش ممكن أجيب لك شيء يعني كذا ما حد فكر فيه من قبل، فما لقيت إلا أنا أجيب لك مق تشرب فيه قهوتك وتحطه على مكتبك. أحلى هدية والله. تعرفين لو قاعد تشكرك سنين ما راح يكفيكي. أوف أوف أوف، ترى كله مق ما يستاهل. لا لا طبعاً، مو بعشان المق ولا عشان أي هدية في الدنيا، لأنك شجعتيني بكلامك. أنا لولا الثقة اللي حطيتيها فيني كان الحين توظفت في شركة وانتظرت راتبي آخر الشهر، لكن فعلاً فعلا شجعتيني ورجعتيني ثقتي في نفسي وخلتيني افتح شركه خاصه فيني. الحمد لله، اهم شيء انه الحين شغلك ماشي وكويس. انا قاعد اعطلك عن شيء؟ يا بنتي لازم تلاقي لك حل للفراغ اللي انت عايشه فيه. اي حل ثاني؟ اذا كنت ما تحبين الصيدله اللي درستيها مو مشكله، شوفي اي شيء ثاني تتسلين فيه. يعني زمان كذا لما كنت في عمر المراهقه وصغيره كنت احب اني كذا اكتب يومياتي مذكراتي، بس بعدين اكتشفت اني انا كل يوم اكتب زي اليوم اللي قبله ووقفت. طيب ليش ما ترجعين تكتبين مثل اول؟ ما نتوقع الآن بعد ما كبرتي صار لك رأي مختلف ونظرة أخرى للحياة. لو كتبتي أتوقع أن احنا راح نكسب لنا كاتبة محترفة في المستقبل. سلطان شكرا أنك أنت قاعد تحاول تلاقي لي حلول، بس أترك هذا الموضوع علي ولا تشغل بالك فيه. قال كاتبة قال. من يدري يا بنت الحلال، هذه سارة مطر ورجل صانع
يعني مو احسن منك؟ شدي حيلك انت. لا لا، كوكو اسمي الفني، اكيد لي اسم ثاني. طيب قولوا لي وش اسمك؟ طيب بدري الحين، خلنا اتعرف عليك اكثر وبعدين بقول لك اسمي. اموت انا والله بالثقل. طيب اسمع، خلني اروح الحين بكلمك بعدين. يلا باي. يعني على بالك ما ادري انك جالسه على سكايب؟ ادري انك تدرين، بس انا قفت لان الحوار خلص. طيب اسمعي، انا بروح اشوف نوره، تبغين تجي معي ولا لازقه في سكايب حقك؟ لا صراحه ما لي خلق بجلس في البيت. صدقيني يا هند، هذا اللي قاعده تسوينه غلط، مضيع لوقتك. اشغلي نفسك بشيء تستفيدين منه اكثر احسن لك. حبيبتي والله هذا الكلام الفاضي وحركاتي وتكتيكاتي هي اللي خلتك تلاقي نصيبك. نصيبي؟ ومن قال انه نصيبي؟ ايه يحبك ويموت فيكي. بس ما قالها للحين. للحين؟ طيب قفلي الباب. والله العظيم داخلي من هالنوم بتاخت. سلامة قلبك أمي، سلامة قلبك. عمهلك حبيبتي، عمهلك يا تبرين. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. أمي بدك حط لك خدة سند لك ظهرك؟ لا حبيبتي منيحة هيك. لك أمي الله يسامحك، ليه ما قعدتي برا مع أبي؟ والله بتضوجي هون لحالك. دخيلك لك أمي، والله عم طق من سقه ونقه وأسئلته. ماشي يا تبريني ماشي. أمي وين المصاري؟ محل ما حطيتيهم، انا ما قمتهم امي. ماشي. الله يرضى عليك، الله يرزقك يا بنتي. الحمد لله يا امي، هدول ثلاثه. مع هلا الطلعه هي بصيروا 3500. الله يرزقك يا بنتي، الله يرزقك ويعافيك يا رب. شو أمي؟ ما صار لازم نخبر أبوكي؟ والله قلبي عم يضل مثل النار من وقت اللي بتروحي لوقت اللي بترجعي. لا 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 أمي، شو نقول له؟ ما نقول له، بتعرفي عقلية أبي ما حيتقبل هالموضوع. بعدين أنا بدي عينهم يا أمي. شلون بدك تعينيهم يعني؟ من وين جبتي المصاري؟ يعني نزلوا بقفة من السما؟ أمي من هون لوقتها بيحل ألف حلال. يلا أمي، هذا الشوفير تبع نوف إجا. خاطرك أمي، ادعي لي. الله ييسر امرك ويرزقك، ديري بالك حالك. الله يرضى عليك. الله معك. تبيع حالك امي. وانت كمان يا رب، يا رب تبعد عنهم الظلام واولاد الحرام يا رب. ايش هذا اللي قاعد تسوينه؟ هذه 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 كيف تمسحين فيها هذه؟ هذه فوطه هذه. قومي قومي بس قومي، عدلي هذا قبل لا تروحين. يا مضاوي 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 وصمخ. ان شاء الله ان شاء الله. لبي عمتي. تعالي ابغاك تعالي. الموضوع ما يتأجل. لا ما يتأجل، وسكري هالتليفون هذا وجلسي هنا. تعالي. معليش حبيبتي نورة، خالتي تبيني في موضوع ضروري. أرجع أكلمك. مع السلامة. لبي خالتي أمري. وش هذا؟ وش هذا؟ طاولة. أدري إنها طاولة. أنا إيش قلت يعني؟ إيش قلت؟ أدري إنها طاولة ما أشوف؟ قلت كرسي؟ شوفي عدل، ناظري بس، وش هذا؟ ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ حطي دينك، شلون ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ اجل السبب مو من خدامه، منك انت. انت اللي مخليتها 24 ساعه في البيت تشتغل على راحته، لا رقيب ولا حسيب. اي راحتها مخلتها. شوف البيت شو وسخ، شوفي شلون مبهذل. انت لو تشوفينها شلون كانت تمسح باي فوطه. اسمعيني عدل، لازم تتابعينها، والمره السنعه تتابع الخدامه.
شلون تغسل، شلون تنظف، شلون تسلع، شلون تطبخ، سمعتي ولا لا؟ الناس اذا تجي هنا عندك في البيت تشوف البيت نظيف ما يقولون الخدامه وسخه، يقولون هي اللي وسخه، رعيه البيت هي اللي وسخه، سمعتي ولا لا؟ ان شاء الله خالتي ان شاء الله. ماري 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 تعالي ماري، قومي قومي زين، حطي الفحم بالاول قومي. ان شاء الله خالتي. صارت البيت الحين. اهلين يا ابو عبد الله، تفضل. يا اهلا وسهلا. كيف حالك ابو محمود؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. تفضل. شمع. الحمد لله. احنا نسميها في العائله ام الذوق الذويه. اكيد اكيد. خلاص اعتبريني شلتها. مضاوي نادتني المدام، لازم اقفل، اخاف اتهزا اخر. يا مضاوي انا اسفك. انت عندك علم بالكلام اللي عم يقوله ابو عبد الله؟ يا ابو محمود القصه يعني القصه مو قصه طبخ ببيوت العالم. انا ضيفه كلها كم من يوم وماشيه، ابغاك انت اللي تسوين الفحم. قلت له ما ابي منك شيء، بسويه هديه مني بمناسبه الزواج. ماني مهندس معماري، ماني مهندس ديكور، لكن الشكوى والله بسوي لك كل شيء. وليتني خلاص ازعجني، يتصل الصبح والظهر والليل، قلق عيشتي. الله اللي راد والعقده قضاها، اللي عقدها لا على الدنيا سلام، ولا رباق العمر زينه الفضا، ما كانه الا خيمه طاحت عمدها، والفرح ما كانه الا شيخ انقصت يدينه، والعمر قطعت زجاج انكسرت، ولا طال مدها، والعرب في العيد بدموع اليتامى مستهينه، والشوارع لفها ثوب الظلام اللي حجدها، والبيوت اطلال من عقب